هكذا تبدأ إدارة التمريض يومها في أول ساعات الصباح الباكر بالاجتماع الصباحي، حيث يتم الاجتماع بمشرفي التمريض بالأقسام وأيضا مشرفي الجودة والتعليم التمريضي. يناقش في هذا الاجتماع أحوال المرضى والطواقم التمريضية على مدى 24 ساعة السابقة. يتم أيضا مناقشة تقارير الحدث وكل ما يخص الرعاية التمريضية وسلامة المرضى. بنهاية الاجتماع الصباحي يكون قد وضعنا خطة لعمل اليوم، بحيث يتوجه مشرفي التمريض إلى الأقسام لمساندة زملائهم التمريض في تقديم الرعاية التمريضية وتسهيل آلية خدمة المرضى بمستشفى الملك فيصل. نظام الترياج في المستشفى احنا بنستخدم نظام اللي هو الاي اس اي سيستم ايمرجنسي سيفيريتي اندكس. هو نظام بيقسم المرضى لخمسه مستويات. المستوى الاول اللي هي الحالات اللي تحتاج تدخل مباشر لانقاذ الحياه. المستوى الثاني اللي هي الحاجات اللي هي في خطر انها تكون مهدده لحياه المريض. المستوى الثالث بيعتمد على الموارد اللي يحتاجها المريض، كم موارد يحتاج حاجة واحدة، يحتاج أكثر من حاجة علاجية، تدخل علاجي وإلى آخره. المستوى الرابع عندنا بيعتمد على أنه يحتاج المريض ريسورس واحد أو مورد واحد. والمستوى الخامس المريض ما بيحتاج فيه أي حاجة، مجرد أنه تعبئة أدوية أو بياخذ استشارة من الطبيب وإلى آخره. لاحظنا تميز التمريض في بعض المجالات أو استخدام بعض الأجهزة أو بعض الإجراءات والعمليات اللي بتصير المصغرة في الأقسام، وكان في تميز بعض التمريض من خلال تاريخها التعليمي. بدأنا نشتغل عليها وننميها ونطور فيها. طبعا بدأنا نوفر لها مراجع ترجع لها، بدأنا نطلعها دورات سواء داخل القسم أو خارج القسم. طبعا عندنا مثال في القسم على جهاز معين اللي هو جهاز الغسيل الدموي، طبعا ابدعت فيه وسميناها سوبر نيرس.